تتابع السلطات الجزائرية على أعلى مستوى الوضع الصحي للإعلامية الجزائرية سميرة مواقي التي أصيبت بطلق ناري من قناص تابع لتنظيم داعش الإرهابي بالقرب من الموصل في العراق، حيث أكد وزير الاتصال حميد جرين أنه في اتصال مع نظيره العراقي للتكفل الأمثل بالإعلامية الجزائرية سميرة مواقي. كان عندي مكالمة مع مدير العام تاع القناة اللي بعث صحفية الأخت مواكي، وأكد لي أن الصحفية انقست، وحسب ما قال لي ما زلت يعني ما نتكلم كما يقولوا أشو، ما عنديش معلومة كاملة. قال لي الدولة العراقية راح تكفل بهذا، هي تقاست في موصل وراح يدوها إلى بغداد في مروحية اليوم إن شاء الله صباح.